معرض الصحافة وأهم ما تداولته هو الصحف الوطنية الصادرة لنهار اليوم، والبداية بجريدة النهار التي عنونت في الصفحة الأولى البيام اليوم الأول سلامات في انتظار الرياضيات، حيث عبر أمس جل التلاميذ المقبلين على اجتياز شهادة التعليم المتوسط عن ارتياحهم إزاء مواضيع مواد الفترة الصباحية من الامتحان كونها تصب في قالب ما درسوه طيلة السنة الدراسية، آملين في أن تكون باقي الامتحانات في مستوى تطلعاتهم، خاصة وأنهم في اليوم الثاني أي اليوم سيمتحنون في مادتي الرياضيات والإنجليزية. كما عنونت جريدة النهار حجز 36 ألف حاج إلكترونيا بداية من 5 جوان القادم، حيث سيشرع الديوان الوطني للحج والعمرة بفتح الموقع الخاص بالحجز الإلكتروني للغرف الخاصة ب 36 ألف حاج بداية من يوم الخامس من الشهر القادم، وذلك مباشرة بعد يومين من انطلاق بيع تذاكر الرحلات على مستوى وكالات الخطوط الجوية الجزائرية. العثور على مذبح سري في غابة درميني ببوسماعيل، هكذا عنونت جريدة النهار وجاء في الخبر. أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في بوسماعيل أمس 6 أشخاص حولوا غابة مجاورة للطريق الولائي رقم 129 الرابط بين خميستي والشعيبة إلى مذبح للمشية وبيع مختلف أنواع اللحوم في ظروف تنعدم فيها أدنى شروط النظافة، حيث يقومون بعملية الذبح بطريقة عشوائية دون مراعاة للقوانين المعمول بها. وجاء في جريدة النهار أيضا شاب يطعن شقيقه بخنجر بسبب خلاف حول مشاهدة مباراة الريال وليفربول، حيث أقدم شاب عشريني مساء أمس ينحدر من مدينة بودواو على الاعتداء بواسطة سكين تقطيع بطاطا على أخيه القاصر الذي لم يتجاوز عمره 17 سنة، وحسب مصادر محلية فإن ما حدث بين الشقيقين كان على خلفية خلاف نشب بينهما حول مباريات كرة قدم كانت تبث بالتزامن مع وقت الإفطار. ننتقل إلى جريدة وقت الجزائر التي عنونت في الصفحة الأولى 9 حالات استثنائية للاستفادة من السكن العمومي، حيث قال عبد الوحيد تمار وزير السكن والعمران والمدينة أمس أن الدولة الجزائرية سطرت برنامجا طموحا في إطار السكن كاشفا عن 9 حالات استثنائية يمكن لأصحابها الاستفادة من السكن العمومي، وهي حالات تم بموجبها قبول الطعون المودعة لدى الوكالة من مكتتبين أسقطت البطاقية الوطنية للسكن ملفاتهم. إلى جريدة البلاد التي عنونت سلم أجور جديد للأطباء والصيادلة، حيث كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي عن إعادة تصنيف مهنة الطب وممارسي الصحة ومراجعة رواتبهم وفق سلم جديد خارج إطار الوظيفة العمومية. إلى صعيد آخر أكد وزير السكن أن الخريطة أو وزير الصحة أن الخريطة الصحية التي يعمل قطاعه على إعدادها هي التي ستحدد احتياجات كل ولاية من الأطباء والتجهيزات الطبية لضمان تغطية صحية متكاملة. إلى جريدة الشروق طوارئ في البلديات لاستخراج الوثائق البيومترية، حيث غصت الدائرات الإدارية لعديد بلديات العاصمة بداية الأسبوع الجاري بمواطنين من مختلف الأعمار والطبقات في سباق مع الزمن قبيل المصادقة على مقترح رفع أسعار الوثائق الرسمية في قانون المالية التكميلية 2018، فقصدوا مقرات الدائرة إما لأخذ قائمة الوثائق الضرورية للحصول على جواز السفر البيومتري أو للاستفسار عن كيفية استخراج بطاقة التعريف البيومترية، خوفا من الزيادات التي باتت شبحا يتربص بهم في كل مرة. جريدة المشوار السياسي عنونت الجزائريون سحبوا 97 مليار دينار خلال 7 أيام، حيث سجلت المديرية العامة لبريد الجزائر سحب حوالي 97 مليار دينار خلال الأسبوع الأول فقط من شهر رمضان الفضيل، و
حسب المدير المركزي لبريد الجزائر بيون حاج أحمد أنه وبمناسبة شهر رمضان سطرت المديرية العامة لبريد الجزائر برنامجا استثنائيا سيسمح بتوفير الأموال بصفة دائمة ومستمرة، حيث تم توفير 106 مليار دينار خلال الأسبوع الأول وتم سحب 97 مليار دينار. إلى جريدة المساء التي عنونت في صفحتها الأولى أطراف داخلية متواطئة، حملت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس أمس أطرافا داخلية وخارجية مسؤولية الحملة التي تستهدف الجزائر في الأونة الأخيرة من قبل بعض المنظمات غير الحكومية بخصوص سوء معاملة الرعايا الأفارقة خلال عمليات ترحيلهم إلى بلدانهم، مشيرة إلى أن بلادنا في موقع قوة وهي التي يجب أن توجه أصابع الاتهام لمن تسبب فيها وتسبب في هذه الوضعية، وهي دول عظمى تملصت من احتواء هذه المعاناة إثر تدخلها العسكري في ليبيا. جريدة المحور جاء فيها تقاعد وبطاقة محارب للجنود الفرنسيين الذين نشروا بالجزائر غداة الاستقلال، حيث أعلنت الحكومة الفرنسية منحها بطاقة محارب للجنود الفرنسيين الذين اشتغلوا بالجزائر غداة الاستقلال تنفيذا لاتفاقيات إيفيان، يشمل 24 ألف شخص يتقاضون راتبا تقاعديا يبلغ 749 يورو سنويا. وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان لها أن هؤلاء الجنود الذين تم نشرهم في الجزائر بين جويلية 1962 و 1964 تنفيذا لاتفاقيات إيفيان. إلى الصحف الصادرة باللغة الفرنسية، حيث عنونت لديبا استهلاك الجزائريين للحوم يرتفع بأربعة أضعاف في رمضان، وأوضح نائب رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين محمد عبيدي خلال ندوة صحفية نشطها رئيس الفيدرالية زكي حريز أن استهلاك اللحوم البيضاء قد بلغ 74 ألف طن خلال شهر رمضان، في حين بلغ متوسط استهلاك اللحوم الحمراء 37 ألف طن، وبذلك يمثل استهلاك اللحوم خلال الشهر الفضيل 380% من الاستهلاك الشهري خلال الأشهر المتبقية من السنة. لسواغ دالجيغي جاء فيها ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018، حيث عرفت واردات السلع الغذائية ارتفاعا خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018 متأثرة بارتفاع واردات الحبوب والحليب مقابل تراجع واردات اللحوم والسكر حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، وبلغت واردات السلع الغذائية 3115 مليار دولار ما بين جانفي وأفريل 2018.